أعتقد كما يقال اللي ملوش ماضي ملوش حاضر. واليوم في حضوركم الكريم أعتقد في ارتباط كبير جدا ما بين الماضي والحاضر وإن شاء الله المستقبل. الفقرة الجاية في وجهة نظري هي فقرة الوفاء، ويقال بأن الوفاء طريق مهجور لا يمر به إلا القليل، وإدارة النادي الأهلي تمر من هذا الطريق وفاء لكل ما قدم لمصلحة هذا النادي من وقت وجهد وتعب. لذلك يمتلك النادي الأهلي رموزا كبيرة، رموزا قدمت لهذا النادي ولهذا الكيان الكثير في سنواته الماضية والحالية، وإن شاء الله الأمور مستمرة لما هو آت. اليوم في هذه الاحتفالية قرر مجلس إدارة النادي الأهلي أن يكرم شخصيتين، الكابتن محرم الرغب والمهندس عدلي القيعي. وأنا حابب بس أقف لحظات عند اسم الكابتن محرم الراغب عند النظر إلى مسيرة هذا الرجل. أي شغف، أي حب، أي التزام، أي عطاء يخليك تعمل لمدة 60 سنة لكيان مثل النادي الأهلي. أعتقد هو عشق، غرام، حب، هو بيته، هو مكانه. الكابتن محرم عرفناه في السباحة وهو سباح بكل تأكيد في بحر وحب وهيام الأهلي، أدار وشغل الكثير من المناصب في إدارة النادي الأهلي، قدم الكثير من الحب والعطاء. اليوم هي وقفة للتاريخ من أجل هذا الرجل، مدرسة لنتعلم منها. لا قصور في الجميع، فالكل تعلم يوم من الأيام. واليوم الرموز الموجودة لو بذكر وبعدد ما شاء الله كل الأسماء، لكم كل الاحترام والتقدير، لكن هذه المدرسة بالفعل تستحق منا هذا الاعتراف. وشكرا للإدارة لتكريم الكابتن محرم الراغب. خلونا نشوف فيلم تسجيل لهذا التاريخ الطويل في توقيت قصير. الكابتن محرم الراغب واحد من العلامات المضيئة في تاريخ النادي الأهلي، وهو أحد أبناء عائلة الأهلي الذي قضى ما يزيد على 60 عاما في حب النادي. بدأ الكابتن محرم الراغب مشواره الرياضي في النادي في معبد السباحة، وكان سباحا متميزا منذ الصغر، وحقق ارقاما قياسيه على الصعيدين المحلي والدولي وهو لا يتجاوز 20 عاما. وشارك الراغب في العديد من البطولات الدوليه ورفع اسم مصر عاليا، وحصل على لقب افضل رياضي في مصر في منتصف الستينات. ولانه يعشق التفوق والتميز منذ الصغر، وبعدما توج مشواره الرياضي بنجاحات وبطولات وارقام قياسيه، اكتفى الراغب بهذه الحقبه الزمنيه واتجه الى العمل الاداري ليستمر في رحله عطائه اللامحدوده للقلعه الحمراء. تولى الاشراف على فرق السباحه صغارا وكبارا، فزرع فيهم حب الاهلي والانضباط والالتزام والاصرار على الفوز وعدم الاستسلام، وان يدافعوا عن اسم الاهلي وعلم بلادهم حتى الثانية الأخيرة. بصمات محرم الراغب على لعبة السباحة في النادي سوف تظل عالقة في الأذهان وتتوارثها الأجيال، لأنه قيمة كبيرة ليس على الصعيد الرياضي فقط، ولكن على الصعيد الرياضي والأخلاقي. ولم لا، وهو واحد من الذين يرفضون المساس بقيم ومبادئ الأهلي أيا كانت الظروف والنتائج. وبعد سنوات من الإشراف على لعبة السباحة، انتقل الكابتن محرم الراغب لخدمة النادي وتحمل المسؤولية الكبرى عندما تم انتخابه عضوا لمجلس الإدارة لما يقرب من 20 عاما. قضاها الراغب في خدمة الأهلي متمسكا بقيمه وتقاليده التي يفخر بها كل أهلاوي،
ولأنه لا يستطيع أن يرفض نداء الأهل. لما الكابتن محرم الراغب رغبة مجلس الإدارة وراح يتولى منصب مدير عام النادي لمدة زادت على 12 عاما، كان خلالها مدرسة تحتذى في الإدارة التي تقوم على مبادئ الأهل واحترافية العمل في كل المجالات. سنوات تمر وتمر وترك الكابتن محرم الراغب منصبه، لكن تبقى وتظل قيمته الكبيرة بين كل عشاق الأهلي. واليوم الكابتن محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي مفوضا من مجلس الإدارة وكل محبي الأهلي يطوق عنق الكابتن محرم الراغب بتكريم يستحقه بكل تأكيد. محرم الراغب مسيرة حافلة بالعطاء في حب الأهلي.